صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله 4 قرارات لسنة 2017. نص القرار الأول رقم 19 بتعيين مديرين في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه إنه يعين في وزارة التربية والتعليم كل من السيد إبراهيم علي عبد الرحمن برشيد مديرا لإدارة التعليم الثانوي، السيد محمد غانم زايد غانم مديرا لإدارة الموارد البشرية. فيما نص القرار الثاني رقم 20 بتعيين مدير في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه إنه تعين الدكتورة منى يعقوب يوسف القوز مديرا لإدارة الاعتمادية والتراخيص في وزارة التربية والتعليم. كما نص القرار الثالث رقم 21 بتعيين مدراء في مركز الاتصال الوطني، جاء فيه إنه يعين في مركز الاتصال الوطني كل من السيد سامي إبراهيم هجرس مديرا لإدارة المكتب الإعلامي، والآنسة فاطمة جعفر الصيرفي مديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجي. فيما نص القرار الرابع رقم 22 بتعيين مدير في ديوان الخدمة المدنية، جاء فيه إنه يعين السيد محمد صالح أحمد الداود مديرا لإدارة تنمية الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية.